طيب احنا كمان عندنا تقرير عاملينه ليه علاقه باهم القراءات اللي كانت بتجذب جيل التسعينات. تعالي نشوف كده كانوا بيحبوا يقروا ايه واحنا طبعا كنا بنحب نقرا ايه مش هم. فلاش، المغامرون الخمسه، رجل المستحيل، وما وراء الطبيعه. عالم كبير يرافقك في جيبك اينما كنت ويشكل وجدانك ويرسم حدود شغفك ومعرفتك. إذا عشت هذه الحالة فأنت بالتأكيد من أبناء جيل التسعينيات. لعبت سلاسل الجيب دوراً هاماً في تثقيف وتكوين وعي جيل التسعينيات، حيث كانت نافذتهم نحو الثقافة والقراءة. من منا ينسى سلسلة رجل المستحيل؟ التي صنع منها الدكتور نبيل فاروق بطلاً خارقاً مصرياً هو أدهم صبري، الذي عشنا معه مغامرات شقية على مدار 160 عدداً من السلسلة الشهيرة، والتي انتهت باعتزال أدهم صبري عام 2009. ولو كنت من هواة قصص الرعب، فبالتأكيد تقاسمت ليالي الخوف مع الدكتور رفعت إسماعيل، تلك الشخصية المثيرة للجدل التي قدمها دكتور أحمد خالد توفيق في سلسلته الفانتازية الشهيرة ما وراء الطبيعة. حتى القصص المصورة المعروفة بمجلات الكوميكس ظهرت لأول مرة مع جيل التسعينيات، عندما قدم الكاتب خالد الصفتي سلسلة فلاش التي خاطبت الصغار والكبار وقتها وحققت نجاحاً كبيراً على مدار 80 عدداً. ظلت سلاسل الجيب أيقونة ثقافية مؤثرة في تشكيل فكر جيل التسعينيات، حتى أنها ما زالت محتفظة برونقها في المكتبات المنزلية. نشتاق إليها لنستعيد ذكريات الطفولة والمراهقة، ونعيش معها من حين لآخر ساعات خارج إيقاع العصر الذي توارت فيه الكتب والمجلات خلف شاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.